اهل الولد عازميني على الغدا عشان احنا دايما بنعمل كده. ممكن اجي معاكي؟ انت مشغول هفضلك عندك شغل. هتسيب الشغل؟ يس والله لو حاجه فرقالك ولازم تروحي. مش فرقالي قوي يعني عايز. خلاص ما تسيبني اروح. ما طبيعي اغير. ما تغير بس يعني ايه اللي ما تغير دي يعني بتغير من ايه؟ بتغير من ايه؟ واحد بتربي معاه فكره لو واحد بتربي معاه مغيران يعني من ايه؟ فريقك انك تشوفيه. طيب قصدي ان هو متضايق قوي فانا رايحه اواسيه عادي. مامته قالت لي تعالي شوفي الواد هو بيبي ما عنده امه.